من ديك اللحظه رئيس الجمهوريه امن امن بكلامي وكان يساندني وين قدموا لي مشروع اول مره في الجزائر وين قدموا مشروع بطل اولمبي عن طريق اللجنه الاولمبيه اللي كانت هي اللي تقوم بالتسطير وتعطيل هذا البرنامج لسهل عليا التحضيرات وان كنت نقدر نروح حتى امريكا وحتى مدرسه الملاكمه موندو بوكسينغ المتواجده في ميامي. ومن هذا المنبر نشكر كل الدوله الجزائريه بلا تشوفوا اول مره نشوفوا رياضه فرديه ورياضه نسويه مراه جزائريه تخرج كامل الشعب الجزائري للشارع وشفنا حتى الشارع حتى الشعب انه يديفيلي وانضيغي كوت افريق. والله نتشرف بجزائريتي ونتشرف بالدولة تاعي ونتشرف بالمسؤولين اللي ساعدوني نوجه لهم كل تحية وشكر. بالنسبة لسؤال تاع توماس باخ، توماس باخ اكيد هو دافع عني ودافع عن الرياضة حسب الميثاق الأولمبي.